بكده بنكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا. بشكركم طبعا وبشكر ضيفي الكاتب والاخصائي النفسي ابراهيم خطاب على الكلام المهم اللي اتكلمنا فيه النهارده فيما يتعلق بالعلاقه ما بين الراجل والست. حاولوا تتفاهموا على قد ما تقدروا، ما تستعجلوش في اي قرارات. الانفعالات دايما 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 هي وقت غلط ان احنا ناخد فيه اي قرار، اجلوا اي قرارات لحد ما نهدى ولحد ما تروح الانفعالات ولحد ما نكونش غضبانين خالص، لان لحظات الغضب دي مش مستحب فيها خالص ان احنا ناخد فيها اي قرار. كان معاكم رانيا السيد، بشكركم.